حياكم الله مشاهدينا من جديد، ويا مرحبا بكم ويانا في صباح الشارقة وفقراتنا متواصلة استكمالا لإنجازات جمعية الشارقة التعاونية المتمثلة في إنشاء فروع حديثة ومتطورة في أنحاء الإمارة. تم مؤخرا افتتاح فرع جديد في منطقة الليه يتمتع بالعديد من المزايا ويلبي احتياجات السكان من المنتجات والسلع الأساسية. الحديث أكثر حول الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ هلال أحمد المحرم، مدير العمليات في جمعية الشارقة التعاونية. صباحك خير، حياك الله. صباح النور، حياكم الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. في البداية، جهود كبيرة تبذلها جمعية الشارقة التعاونية في مجال تقديم كل الخدمات والسلع لكافة الأفراد اللي يعيشون على أرض الإمارة وفي مختلف المناطق التابعة لإمارة الشارقة. بداية نتكلم عن طبعا الهدف من إنشاء فرع جديد في منطقة الليه. صحيح، بداية حبيت أشكركم على هذه الاستضافة، وحبيت أقول صباح الخير للمشاهدين. الله يكرمك. وصباح الخير بالأخص لمساهمين جمعية الشارقة والمتسوقين فيها. شكرا على هذه الاستضافة. بالنسبة لسبب افتتاح فرع اللية، هو طبعا يتماشى مع الاستراتيجية لجمعية الشارقة. عنده استراتيجية توسعية بديناها من ما يقارب 10 سنوات بمعدل 5 فروع في كل سنة نفتحها. طبعا ضاحية اللية هي كانت محتاجة لفرع، باعتبار ان احنا عندنا فرع اوريدي موجود في فرع الخارجيه، اما اللي ما كان في اي فرع هناك، مستوى التوسعه هناك وكثافه سكانيه زادت هناك، فاضطرينا نفتح فرع من الفروع. جميل. اذا ما بتكلم شوي عن الخدمات، يعني هل مثلا الجمعيه اليوم احنا يعني دائما في تطور، الخدمات اللي تتواجد داخل الجمعيه هل هناك نفس الخدمات اللي متواجد في كل الفروع، ام هناك في فروع يعني تتميز بخدماتها بشكل مختلف او باخر؟ صحيح، بدايه في طفره في الخدمات تقدمها جمعيه الشارقه. بديناها من 2006، تم حفاظ على أن يكون هناك خلنا نقول هوية بصرية. جميل. لجميع الفروع. تم توفير خدمات ثابتة، منها المواد الغذائية والغير غذائية والمواد الطازجة وإلى آخره. تم توحيد هذه الأصناف كلها في جميع الفروع، ولكن يتميز فرع عن فرع آخر بسبب شيء وحيد اللي هو المساحة. كل ما تتوفر المساحة أكبر تكون التنوع يكون فيها أكثر. ولكن فرع اللي هي شوي تميز باعتبار الموقع اللي هو فيه منطقة سياحية، حبينا أن تظهر جمعية الشارقة بشكل مختلف تماشى مع التوجه السياحي والنمو السياحي في هذه المنطقة. تم إضافة مثلا تصاميم مختلفة تختلف عن الفروع الأخرى. تم إضافة منتجات عالمية لخدمة السياحة في هذه المنطقة، بالإضافة إذا تم توظيف موظفين تحدثون لغات مختلفة أوروبية وإلى آخره. وهذا مهم، لأن اليوم يعني دولة الإمارات تحتضن الكثير من الثقافات. صحيح. إذا نتكلم عن شوية عن أقسام الجمعية، يعني نشوف مثلا الجمعيات على سبيل المثال فرع القراية، نشوف هناك دائما في إضافات جديدة، في محلات جديدة، يعني بغض النظر عن السلع الموجودة نشوف هناك محلات ثانية، مطاعم وكذا. فإذا نتكلم شوية عن الأقسام الموجودة الثانية اللي غير عن الأقسام أو السلع الأساسية. حلو، في تجارة التجزئة أو السوبر ماركت بشكل خاص الأقسام موحدة تقريبا، ولكن تفترق شركة عن شركة شركة أخرى. الأشياء الثابتة أو الثوابت هي المواد الغذائية، الغير غذائية. جميل. المجمدات والمواد الطازجة، ولكن يتم إضافة بعض الأقسام الجديدة مثل الإلكترونيات. هي. مثل السجاد، مثل الموبايلات وإلى آخره. يعتمد على المساحة المتوفرة عندنا احنا، ولكن توجهنا مثلا تم إضافة في فرع حلوان قسم جديد إن شاء الله اللي هو السجاد، ويتم تطويره إلى أو تقسيمه إن شاء الله بيتم إضافة إلكترونيات خلال هاي السنة. في القراين طبعا تم إضافة مساحة كبيرة للإلكترونيات والأجهزة والمعدات المنزلية. إذا ما بتكلم شوي عن الأسعار، هل الأسعار يعني في الجمعيات وعلى مستوى الفروع هل هي الأسعار ثابتة في كل الفروع أو الأفرع، ولا هناك مثلا فرق في بعض السلع اللي موجودة، مثلا السعر يختلف من فرع إلى فرع؟ لا، الأسعار في الجمعية هي ثابتة. موحدة، باعتبار أن المصدر لوضع الأسعار هو المكتب الرئيسي، ويوزع
من خلال السيرفر إلى الأقسام كلها، الفروع كلها، فالأسعار كلها متشابهة، لا يوجد فروق ما بينها. بس كيف يتم ما شاء الله يعني إذا بنعد السلع اللي موجودة داخل الجمعية يعني أعداد كبيرة، يعني مثلا إذا جيت فقط على فرع مثلا خلينا نقول الحلويات والأمور هذه، يعني ما شاء الله أصناف كثيرة، كيف تقومون ب يعني مش التنظيم، اختيار الأنواع الجيدة من قبل المسؤولين عندكم، توفير ما هو جديد ما هو سليم؟ ساعات نسمع عن مثلا بعض خاصة الأطفال يتعلقون في الأمور هذه الحلويات وكذا تطلع نوع ما ضارة، كيف تتأكدون من صلاحية مثلا هذه الحلويات أو البضاعة بشكل عام في الجمعية؟ يعني عدد كبير مهول يعني من المتابعة ويعني تواريخ الانتهاء، الجودة، تصنيف مثلا هذه المواد الغذائية اللي موجودة عندكم في الجمعية. صحيح، ما شاء الله سؤالك في كذا شق. لأن سؤال ببدأ بالشق الأول، التنوع. التنوع طبعا هو يتماشى مع احتياجات الزبائن، طبعا احنا خبرتنا سنين وسنين في الجمعية فعارفين احتياجات المساهمين. يقول لي المعد جمال أنت هذا مو سؤال، هذا أنت تسوقت في الجمعية. تشعف في أسئلتك، ولكن بدأ بتسلسل. بالنسبة للاختيار المنتجات مثل ما قلت لك هي مبنية على خبرتنا الطويلة في تجارة التجزئة، مبنية على تواصلنا المستمر مع الجمهور، نشوفهم شو اللي محتاجين، وفعلا في اختلاف ما بين منطقة عن منطقة في الاحتياجات، بالرغم من تقريبا الجنسية واحدة إن كانوا إماراتيين أو كانوا أخوة عرب وغير عرب، تقريبا احتياجات متشابهة، ولكن في فروقات بسيطة من منطقة لمنطقة أخرى. طبعا عندنا فريق ما شاء الله كفاءة كبيرة في قسم المشتريات، يقومون بدراسة السوق بشكل مستمر، يتم المقارنة ما بيننا وما بين المنافسين والتجار التجزئة الآخرين، ومن خلاله يتم تحديد الأصناف اللي احنا محتاجينها ومفروض تكون موجودة في الجمعية. والأصناف بعد تتنوع أنواع، في عندنا سريعة الحركة وفي عندنا بطيئة الحركة وفي قلية الحركة جدا، ولكن احنا نحافظ على تكون جميعها موجود. أعطيكم سبيل المثال، الإبرة. الإبرة لابد أن تكون موجودة، صحيح. مع أن الطلب عليها نادر، ولكن لابد أن تكون من الأساسيات الموجودة، يمكن لها زبون في الشهر أو في الشهرين مرة واحدة، ولكن لابد أن تكون موجودة. يعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذ هلال، بما أنك يعني أنكم فتحتوا فرع جديد في منطقة اللية في فرع جمعية الشارقة التعاوين، نتكلم عن خططكم المستقبلية الإضافات الجديدة. خطط الجمعية ما شاء الله خطط كبيرة وأحلامنا كثيرة، الحمد لله اللي حققناه هو جزء بسيط، وأحلامنا دائما هي مبنية على توجه حكومة الشارقة، مبنية على توجهات مجلس الإدارة، مبنية على توجهات أو توقعات المساهمين منا احنا. طبعا توجهات كثيرة عندنا وسياسات كثيرة، وإحنا الحين شغالين على استراتيجية جديدة إن شاء الله 2017. بس برجع بقول انه اهم عنصر في استراتيجيتنا هي، او الاستراتيجيه المعتمده الرئيسيه، هي الانتشار وتوفير المنتج او تواجد الفروع في جميع انحاء الاماره. صراحه جهود تشكرون عليها فعلا يعني، ويعني انا اعتقد ان جهودكم واضحه للعيان يعني في كل منطقه، وقاعدين نشوف احنا التطور وفروعكم اللي قاعده تنتشر في اماره الشارقه. يعني كل الشكر والتقدير لك الاستاذ هلال احمد المحرم، مدير العمليات في جمعيه الشارقه التعاونيه، على وجودك ويانا في الاستوديو، وان شاء الله لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله تعالى مع اخبار جديده، ونتمنى نسمع يعني عن جمعيات ذكية إن شاء الله تعالى. يعني إن شاء الله لو بتعطين دقيقة بعد فيه بالنسبة بما يخص الجمعيات الذكية، في توجه إن شاء الله في 2017 بيتم إصدار أو إنشاء قسم يسمونه الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية والتوصيل للمنازل، وإن شاء الله إحنا قائمين على العمل هذا، خلال شهرين بيتم الإعلان عنه وإطلاقه إن شاء الله للجمهور، يسهل عليهم موضوع الشراء. الله يوفقكم ويعطيكم الصحة والعافية. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للأستاذ هلال أحمد المحرم، مدير العمليات في جمعية الشارقة التعاونية، على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. مستمرين معاكم مشاهدينا في صباح الشارقة، لكن بعد هذا الفاصل ترايونا.